والخطبة كذلك يجب أن تكون كذلك، بمعنى أن الأصل في الخطبة أن لها شأنا. الأصل في لماذا سميت؟ لأنها فيها معنى الخطب، أي أن الإنسان حينما يصعد المنبر لأن له فكرة يريد أن يؤديها وشأنا يريد أن يبلغه، وبالتالي فهي تستحق أن تسمى خطبة لأن لها فكرة. إذا كان الإنسان يرتقي المنبر يطلع وليس له فكرة، ليس له خطب يخاطب به، معنى ذلك أنه لا يؤدي خطبة. الإنسان الذي يخطب لا ليقول شيئا، وإنما ينتشر في الكلام ويتوسع فيه يمينا ويسارا وكذا وكذا، ويقول كلاما بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، ويشتت أسماع الناس وينقلهم من هذا وذاك، ويقول اليوم خطبة ربما في آخرها سيغير كلامه إلى غيره، بمعنى أنها الخطبة في مضمونها فكرة ليست قولا، هي فكرة. كأن الإنسان يقال له إذا أردت أن تخطب فما هي الفكرة الجديدة التي تريد أن تبلغها أن تؤديها للناس؟ عندك فكرة ولا ما عندكش؟ لا. وشنو عندي؟ عندي غير كلام للعالم. أيها المؤمنون، أيها الإخوة، أيها الأخوات، الإسلام كذا، هذاك الشيء كلام سمعناه وسمعناه وعودنا سمعناه وسمعناه، قلنا حاجة مضبوطة. لذلك كان من 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 الناس حينما يتحدثون عن الفقه، من مئنة فقه الرجل، الرجل من مئنة فقهه، مما يعرف به فقهه، تقصيره للخطبة وإطالته للصلاة. معنى تقصير الخطبة ماشي لأنه لا يؤدي خطبة، لأن عنده أفكارا محددة يريد أن يؤديها. اللي عنده أفكار محددة ما يحتاج الكلام الطويل، واللي ما عندوش أفكار يعوض عدم الأفكار بالكلام الكثير، وربما لا يعوض بالكلام الكثير، يعوضه بثرثرة، يخرج على الموضوع تماما، يبقى يتكلم في أشياء ليست موضوع خطبة أو ليس للخطبة شخصية أساسا. كان جيت نسأل في تقول خطبت واسم، علاش كنت تخطب؟ ما أنا عرفت، كنا نخطب وصافي، قلت كل شيء وما قلت حتى حاجة. يبدأ يمشي يتكلم عن المسلمين في كذا في تاريخ الإسلام، ويمشي شوية عاوتاني يولي الأمريكا، وعاود يتفكر شي كلمة كان له شيطان له من الأندلس في تاريخ الأندلس، من بعد يتكلم عاوتاني شي شوية على الحكم ديال شي حاجة شافها في السوق، من بعد يتكلم على المرأة، من بعد يتكلم على شي جن شافوا كذا، ما كي يخرج بنثن مبعثر. ولذلك لاحظوا لاحظوا بعض الدروس، بعض الدروس وبعض الخطب تساعد على تشتيت الذهن، لأنها لا تنضبط. فكرة إذا أديت فكرة في مدة معينة وكانت فكرة مدروسة لها شواهدها وكذا، صافي لك أديت الخطبة. لذلك كان الناس يقولون أقل الخطبة آية وحديث، أقل الخطبة آية إذا أديت معناها صافي، لا جاش بك، لأن المفروض أن يتراكم عند الناس. دوك حنا دوك حنا ما نعرف كيف كل واحد راه يدير، هذاك اللي جاي يخطبه اللي جاي يصنط ما ناوي يصنط، واللي جاي يخطب ما ناوي يخطب. اللي جاي يصنط جاي حتى لاخر لحظه، وجايب شكاره ديال السكر يصلي فوقها، وكسوته مسخه جا فيه سميتو، غير خرج من المحل ديالو، ما عندوش صلاه، ما عندهاش مكانه، في غير احسن من اللي ما يشيش وصافي، ويجي في الاخير ويتخطى الصفوف، ويجي اللي حتى يكمل يوصل للصف الاول يبدا يصلي يدير السنه. ها السنه هي هذاك تجي درك تجيب ديك الطريقه، تجي السنه تجي بكري وتكون انت في الاول تما بك يبدا الجمع، ماشي تجي في التالي انت بدا دير غير قعد الارض وسكت غير ارسى. فتجي في الاخير كي يبدا الخطيب الاخر يمشي ينعس ينعس ينعس، انا شتو ينعس شي مرات ناس، والخطيب راه قتل راسه يزقي والاخر كاع ما راهش هنا. شوفوا شحال ديال التناقض ما بين الخطيب والموجه اليه الخطاب، ناعس. تاجي داك السيد يقول له قد قامت الصلاة، يمكن ينوض يمكن شي واحد يقول له نوض، راه مناضوش، ويصلي بلا وضوء، راه مشارك الوضوء السي محمد نتعاود الوضوء. انا نشوف يشخر من البداية، يشخروا يشخروا في البداية، ماشي النوم الثقيل يبطل الوضوء. حتى هو كاع عندنا راه عمره ما صلى كاع، هو عمره ما صلى بالوضوء، لان كل ما يجي الجمعة يرقد، كاع اللي كان شايطلو ديال الاسبوع يكملوا في خطبة الجمعة. هذا هو الخطبة ديالنا، فنحن الان تعاملوا الاصل ان الامه يجب
أن تعطي معنى الخطبة معنى الحدث. أنت ستذهب لتسمع شيئا، ولذلك تبحث عن الخطيب الذي يفيدك والذي يعطيك فكرة، ومشي تقول مشي عند فلان لأنه في سعي يطلقنا ولا في سعي يسربينا، فكرة أنت تبحث عن صاحب فكرة اللي يعطيك فكرة، وصاحب الفكرة يشغل بالفكرة لا بشيء آخر، أي فكرة إذا أديتها صرف عنك صافي انتهت خطبتك. فإذا هذا معنى أن الخطبة تحمل هذه السمات، الليل ليل والنهار نهار، مثلا الليل ليل والنهار، وشنو قلت لنا الليل ليل والنهار نهار، هذا عرفنا هذا الشيء، هذا كلام هذا، فهمت؟ فلذلك ما إذا كان متناقضا، ويكون بعض المرات يكون الكلام متدافع أوله يلغي آخره. إذا فهذا معنى الخطبة، ومن تمامها أيضا الخطبة.